الهدف بتاع جريليش اللي هو الهدف السادس، لو استعرضنا الفيديو ليه سر، احنا جايبين سر الاحتفال بالهدف ده، ان في طفل، الطفل ده مصاب بحاجه اسمها سيريبرال بولسي، يعني اللي هو الشلل الدماغي، يعني حاجه مرض في المخ يعني. فهو راح له قبل المباراه من ضمن جريليش اللعيبه، راح له قال له ايه، انا عايزك تحتفل باحتفال الدوده. فقال له انا مش هقدر احتفل احتفال الدوده وكده. طيب، فقال له ممكن قبل ما تكمل شرح خلينا نروح نشوف الفيديو علشان الجمهور يبقى شايف احنا بنعمل ايه، نطلع نشوف الفيديو ونرجع نكمل. حاجة إنسانية حلوة جدا. لمثل هذا الحاجات بتلعب كرة القدم بصراحة، حاجة إنسانية عظيمة. ومنتخب إنجلترا بصراحة أنا برشحه إن هو يوصل، أنا واحد من الناس اللي هي كمل بقى بقية القصة بتاع جريليتش. جريليتش هو راح له وهو قال له إن أنا عايز أعمل الاحتفال الدودة، فقال له لا أنا مش عارف أعمل الاحتفال ده، قال له طب حاول تعمل، عمل له الرقصة دي، فلما جه احتفل لما نزل النهاردة وسجل عمل له الاحتفال ده في أهداف. فكل الصحف الإنجليزية بتتكلم بقى على الاحتفال، ودي القيم الإنسانية اللي إحنا بنستمدها من كرة القدم يعني. لو بصينا برضو على الاهداف يا كابتن اسلام، منتخب انجلترا متكامل، عندهم سرعه تحول من الدفاع للهجوم، عندهم كمان الضربات الثابته، الضربات الركنيه من 2018 بيلعبوها بشكل كويس، يعني من 2018 بيجيبوا جوان من ضربات ثابته. الجون الاولاني النهارده جون ممتاز جدا، بلينجهام ده هي طريقه اللعب 4 2 3 1، بلينجهام ده اللي بيحولها ل 4 1 4 1 بالزياده جنب ماسون ماونت وساكا وستورلينج على الاطراف في منتهى السرعه، وهاري كين قدام. هاري كين النهارده قام بدور صناعه الالعاب، هو اللي بيعمل الاسيستات، عامل اثنين اسيست، عمل تو اسيست. عامل اثنين اسيست وعامل جيم كويس جدا يعني.